بعد اتخاذ بريطانيا الخطوة الأولى في إرسال اللاجئين إلى رواندا ودراسة الدنمارك هذا النهج، فكرت وزارة الداخلية النمساوية في هذا النهج بإرسال اللاجئين إلى دول ثالثة أثناء تقييم طلبات لجوئهم. وزير الداخلية جيرهارد كارنا قال: نحن في البداية فقط في هذا الصدد، وذلك من أجل اللاجئين من شمال أفريقيا مثل تونس والمغرب الذين لديهم احتمال ضئيل في حصولهم على قرار اللجوء إيجابي، وسيكون هذا مسارا معقول. مضيفا أن أي شخص لا يحق له الحماية في الاتحاد الأوروبي عليه العودة إلى بلاده. هذا الاقتراح يتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت تقديم الدعم المالي للدول المضيفة. يضاف على ذلك أن فكرة إنشاء مراكز لجوء في البلدان الثالثة ليست بالجديدة، وحتى الآن لم توافق أي دولة من دول الاستقبال المؤقت على هذه الفكرة. وزيرة الهجرة والاندماج سوزانا راب علقت بأن وزير الداخلية يراقب الخيارات المعقولة، وأنا متفقة معه ما إذا كان يعتقد بأن هذا هو الطريق الصحيح. تجربة اليوم النمسا أيضا هي تجربة يعني قد تتأثر بصورة أو بأخرى بهذه التجربة، لأنه اليوم لدينا تيار شعبوي جارف يصعد في جميع الدول الأوروبية، وأنا باعتقادي أن التجربة البريطانية ستكون مادة للاستهلاك السياسي سواء في النمسا أو غيرها من الدول. ولا حد الآن نستطيع أن نقول أن التجربة النمساوية في استقبال اللاجئين والإجراءات التي تمر معهم جيدة، لكنها تراجعت بصورة مخيفة من عام 2015 إلى اليوم، وهنالك خشية من تراجع أكبر في ظل مثل هذه الممارسات. بدأت القصة بخطوات فعلية عندما قامت بريطانيا بتوقيع اتفاق مثير للجدل مع رواندا في أبريل الماضي ضمن صفقة أولية بلغت قيمتها 148 مليون دولار من أجل استقبال طالبي اللجوء الذين يصلون إليها لتقدموا بطلب الحصول على اللجوء في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وقد قوبل الاتفاق بانتقادات شديدة من المعارضة والجمعيات والكنيسة وحتى من داخل حزب المحافظين الحاكم. للأسف الشديد تحولت اليوم هذه القضية إلى قضية إذا جاز التعبير بيزنس، بمعنى أن تأخذ رواندا مبلغ من المال مقابل إيواء هؤلاء اللاجئين والفارين من ظروف استثنائية قد تعديمهم حق الحياة. أنا باعتقادي هذا الأمر بقدر ما يشكل انتهاك لحقوق الإنسان، يعري وجه بريطانيا التي تدعي كثير بحقوق الإنسان. وقبل أيام جاءت الصدمة، حيث أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اللحظة الأخيرة الرحلة الأولى قبل الإقلاع إلى رواندا تحمل طالبي لجوء من جنسيات مختلفة، استناداً إلى ما يدعى التدابير المؤقتة العاجلة والتي لا تلجأ إليها المحكمة إلا عندما يكون هناك خطر وشيك بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه وتكون على أساس استثنائي. في حقيقة الأمر الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة البريطانية تشكل انتهاك صريح وغير أخلاقي في حقيقة الأمر لحقوق الإنسان، لأنها سابقة تتعارض مع اتفاقية عام 1954 لشؤون اللاجئين، والتي تلزم الحكومة البريطانية وغيرها من الدول أن تنظر في ملف اللجوء حتى تتأكد من استحقاقه للجوء من عدمه. لكن الذي حدث هو تراجع مخيف ولا أخلاقي. وعلى الرغم من الهزيمة الكبيرة للحكومة البريطانية أعلنت عن استعدادها للرحلة التالية. وفي وقت سابق ألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إمكانية الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لتسهيل إبعاد المهاجرين غير الشرعيين. إشكالية ثانية اليوم في هذه القضية إلى أنها قد تشكل سابقة خطيرة على المستوى القانوني وعلى المستوى السياسي. نحن نعرف أنه كثير من الممارسات السياسية بين الدول يتم نقلها من خلال التجربة، وبالتالي هناك مخاوف كثيرة أن تتحول التجربة البريطانية إلى تجربة مستنسخة لدى كثير من الدول سواء النمسا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، وبالتالي يتم إغلاق تماما الحدود
وعلى اللاجئين، ويصبح كافة النشطاء السياسيين والحقوقيين الذين فروا من أتون الحرب اليوم مادة أو سلعة للمتاجرة مع بعض الدول الإفريقية. واعتبرت منظمة Human Rights Watch بأن لندن بهذه الخطة تحاول التخلص من مسؤوليتها تجاه اللاجئين، وهو ما يتعارض مع اتفاقية جنيف العام 1951. كما شككت المنظمات الحقوقية بمدى قدرة رواندا التي لديها سجلا حافلا في انتهاكات حقوق الإنسان على تأمين الحماية لطالبي اللجوء الفارين من الحروب والعنف والصدمات القاسية التي تعرضوا لها إما في بلدانهم الأم أو أثناء طريق الهجرة. النقطة الثالثة والأهم إلى أن المناطق اليوم مثل رواندا وغيرها مناطق غير آمنة. نحن نعرف اليوم الهشاشة السياسية والاقتصادية والأمنية، وبالتالي قد حتى بقاء اللاجئين أو طالبي اللجوء في هذه المناطق قد يشكل خطر عليهم، خاصة في ظل ملاحقتهم من قبل حكومات ديكتاتورية مستبدة لها أذرع أمنية ومالية يمكن أن تصل إليهم حتى إلى هذه الدول قبل أن تفصل الدول بحقيتهم للجوء من عدمه. وفي النهاية يبقى السؤال المطروح دائما، إلى متى ستبقى أوروبا تأخذ دور المتفرج على أنظمة الدول المصدرة للاجئين مثل سوريا والعراق، حيث أن جميع دول أوروبا لديها علاقات وضيدة مع النظام العراقي وأخرى لديها علاقات خفية مع النظام السوري لا يعلمها إلا الله. كنت معكم أنا ريم أحمد من أمام قصر شونبرون في العاصمة النمساوية فيينا، وإلى اللقاء.